شو بدي أعمل هلأ؟ أكيد الدواء تبع ستي كتير منيح، بس أنا ما بدي حرق رجلي يتحسن بسرعة. إذا راح الحرق أنا وقتها ما رح يكون عندي أي حجة، ورح أنجبر روح على دار الأرامل. بس ما بظن، الحرق كان قوي كتير. المفروض رجلة تكون تحسنت على الأخير. هذا دواء تأثيره قوي كتير، لازم تكون تحسنت رجلة. مرت عمي؟ ها. طلعي رجلة تحسنت كتير، حتى ما ضل أثر للحرق. شفتي كيف قلت لك رح تتحسن دغري؟ هذا الدكتور شاطر كتير وما في بعد وصفاته بالمرة، وهي تحسنتي انبسطي. شو هالحظ؟ ليش هيك عم يصير معي؟ غانغا يلا قومي قومي، حاولي تمشي على رجلك. قومي بنتي يلا. قومي. عمهلك عن جد غريب هالدكتور، كأنه كتير شاطر، ما عم أحس بالوجع بالمرة. بس مع هيك ما رح خبر حدا أنه رجلي تحسنت أبدا. غانغا شو لسه في وجع؟ ما بدي كذب عليهم، بس إذا حكيت لهم الحقيقة رح أنزع كل شي عملته. غانغا قليلي الحقيقة بنتي، رجلك لساتة عم توجعك؟ بنتي قليلي، راح الوجع ولا شو؟ لا تكذبي مثل ما وصاكي أبوك. ليش هلأ ذكرتني بأبي؟ ما عاد أقدر كذب عليها. شو بنتي؟ يلا قولي. غانغا